طريق الموت، هكذا يطلق أهالي مدينة الزاوية على الطريق الساحلي جدايم نتيجة لحوادث السير المميتة التي تشهدها الطريق منذ سنوات عديدة. نداءات متكررة من المواطنين لإنشاء حاجز يتوسط الطريق حتى لا تقفز السيارات من الطريق الآخر. المشروع بإذن الله بداية التنفيذ اللي هو طبعا إنشاء الحاجز الخرساني الموجود في الطريق الساحلي منطقة جدايم المعروف بطريق الموت. فبدأنا المرحلة الأولى، كانت هي المرحلة الأولى اللي هي كانت النظافة اللي في وسط الطريق اللي هو فصل المرشى بادي. البداية كانت من سيمافر ومدخل جدايم إلى سيمافر وجدايم ما يعرف به سيمافر الشرطة العسكرية سابقا، وتمت المرحلة الأولى وتم إنجازها والحمد لله. وحاليا بدأنا في المرحلة الثانية اللي هي توسيع الطريق من هنا من جانب بما يعرف من سيمافر وعكرة لإشارة ضوئية عكرة لإنشاء طبعا إنشاء الجزيرة، وفيها جزيرة ثانية طبعا بتكون إن شاء الله في بما يعرف في سيمافر ونصرات. وبعد مناشدات من قبل الأهالي ومستخدمي هذه الطريق، يشهد اليوم ساحل جدايم أعمال صيانة وتوسعة بإشراف من المجلس البلدي، بالإضافة إلى إنشاء جزيرتي دوران لتخفيف السرعة عند سائق المركبات المسرعة. مواصفات السلامة المرورية سوف تكون حاضرة على هذه الطريق بعد التنسيق مع قسم المرور والتراخيص بمديرية أمن الزاوية. فرحانين بالمبادرة متاع الطريق اللي بادين فيها إن شاء الله، وبإذن الله حتخفف من المعاناة نشفوا فيها فترة الحوادث هذه كلها المدة الماضية كلها في الحوادث، وإن شاء الله تكون بادية خيرا. والتي من جهتها وضعت الشروط المرورية في عمليات الإنشاء بالتنسيق مع الشركات المنفذة للطريق. ويعد مشروع صيانة الطريق الساحلي جدايم من الضروريات القصوى للمواطنين المتنقلين ما بين العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية وجبل نفوسة.